طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم عبد الله كرينشي، سنة ثالثة في جامعة طب جامعة أم القرى، واليوم راح أشرح لكم محاضرة Functions of Human Life. صراحة هذه محاضرة مرة بسيطة وسهلة إن شاء الله، وما راح نطول عليكم. طيب، الوظيفة الأولى نبدأ على طول اللي هي Organization أو التنظيم. طبعا جسم الإنسان مكون، كلنا عارفين، مكون من المليارات من الخلايا، عدة خلايا سوا بتعطينا نسيج، والنسيج عدة أنسجة سوا أو التشو بيعطينا أورغن اللي هو عضو، مثلا زي المعدة، وعدة أعضاء سوا بتعطينا جهاز أورغن سيستم اللي هو مثلا الجهاز الهضمي، والأجهزة كل اللي بجسم الإنسان هتعطينا المخلوق الحي أو جسم الإنسان هنا على سبيل المثال. فلازم تكون منظمة هذه الأجهزة بحيث إنه ما يصير في تداخل بين الأجهزة ويأثروا على بعض ويصير تسريب في السوائل أو تسريب في المواد. فهنا أعطاكم بعض الأمثلة. أول شيء السيلز، كل أغلبنا عارفين إنه أغلب الخلايا فيها غشاء اسمه البلازما ممبرين، الغشاء البلازمي. هذا غشاء يحافظ على البيئة الداخلية للخلية، إنه يمنع دخول أي مواد ضارة للخلية، ويمنع برضو خروج المواد المهمة للخلية. مثال ثاني اللي هو البلد فيسلز. البلد فيسلز أو الأوعية الدموية بتحافظ إنه على دوران الدم بشكل صحي في جسم الإنسان وما يصير نزيف، فعشان ما يصير نزيف. أعطانا مثال ثاني الأعصاب والعضلات nerves and muscles، ومثال ثاني اللي هو chest and abdomen، منطقة الصدر ومنطقة المعدة في جسم الإنسان أغلب الأعضاء اللي فيها محطة بغشاء. الغشاء هذا يمنع يحمي العضو إنه عشان لا يتحرك أو إنه لا يصير فيه تسريب وزي كده. وآخر مثال أعطونا هو اللي هو the body's largest organ system is the integumentary system. لما تسأل أي أحد إيش هو أكبر عضو في جسم الإنسان، أغلب الناس بتقول لك ممكن الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي. هو أصلاً الجهاز integumentary system أو الجهاز اللحافي أو الجهاز الغلافي، اللي هو عبارة عن السكين الجلد والassociated structures المشتقات زي الشعر والأظافر. فهذا أكبر مثال إنه الجسم، قصدي معليش، السكين البشرة بتمنع أي المؤثرات الخارجية أنها تأثر على المحتويات الداخلية لجسم الإنسان. طيب، الوظيفة الثانية اللي هي الميتابوليزم أو عمليات الأيض. أول شيء لازم تعرفوه اللي هو قانون حيز الطاقة اللي خدتوه في الثانوي، ما داري فاكرين ولا لا، اللي هو energy can neither be created nor destroyed, it can only change form. اللي هو الطاقة لا تستفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من شكل إلى آخر. بعطيكم مثال يوضح لكم هذا القانون. مثلا إحنا كنا في الدور الرابع ورمينا كورة وطاحت، طول ما هي طاحة هذه الكورة تكون على شكل طاقة حركية، ومن يوم ما تسقع الكورة على الأرض وتوقف الكرة الطاقة الحركية ما اختفت، لا هي تحولت. الكورة اللي منسقعت على الأرض أعطتنا صوت، طاقة صوتية، فالطاقة الحركية هنا أتحولت لطاقة صوتية. هذا مثال، وتقريبا بيصير نفس الشيء في جسم الإنسان. والعمليات اللي في جسم الإنسان بتصير على نوعين، بناء وهدم. البناء اللي هو الأنابوليزم، اللي هو عبارة أنه يكون عندك مركبات صغيرة تتحد سوا عشان تعطينا مركب واحد كبير، وهذه العمليات بتستهلك طاقة، utilize energy. والنوع الثاني من العمليات اللي هو الكاتابوليزم، اللي هو عمليات الهدم، أنه يكون عندك مركب كبير وأنه نكسره لمركبات صغيرة، broken down into small simpler molecules وكاتابوليزم release energy. فهذه المركبات الكبيرة لما بنكسرها لمركبات صغيرة هتنتج لنا طاقة. فعمليات الهدم والبناء سوا تسمى ميتابوليزم. عمليات الأيض، طبعا العمليات الهدم والبناء اللي في جسم الإنسان بتكون شغالة سوا في نفس الوقت، يعني ما يكون الأنابوليزم شغال لحاله في وقت ويوقف وبعدين الكاتابوليزم يبدأ يشتغل، لا يكون الاثنين شغالين في نفس الوقت. وعندنا هنا الصورة اللي في السلايدات، أعطينا مثال الفود. لما يخش جسم الإنسان أول شيء بيصير له هضم، عملية هدم. المركبات هذه الكبيرة بتصير تتكسر لمركبات صغيرة وينتج لنا طاقة، releases energy. وبعدين هذه المركبات أو المواد الغذائية بتنتقل للمكان اللي تحتاجه، ويصير فيها عمليات بناء أنابوليزم، تروح للعضو اللي تحتاجه ويصير له عمليات بناء، بس هتستهلك طاقة. وشيء ثاني لازم تكونوا عارفينه إنه الطاقة مخزنة في جسم الإنسان على شكل مركب كيميائي اسمه ATP، أدينوزين تراي فوسفات. الخلايا بتخزن هذه الطاقة على شكل ATP وبتنقلها من المكان اللي
تكون من مكان لثاني للمكان اللي بتحتاجه، ولما توصل للمكان اللي تحتاجه ATP is broken down، كاتابوليزم يصير لعملية هدم، وبتنتج لنا أمان كمية بسيطة من الطاقة، amount of energy is released which is used by the cell to perform a particular job، تستعمل الخلية هذه الطاقة بالطريقة اللي هي تحتاجها. الوظيفة اللي بعدها هي اللي هي responsiveness، الاستجابة، إنه كيف جسم الإنسان يستجيب للمؤثرات الخارجية. هنا على سبيل المثال عندنا بني آدم درجة حرارته العادية normal body temperature. طب لما ترتفع درجة الحرارة إيش حيصير؟ لما ترتفع درجة الحرارة لازم الجسم يستجيب ويرجع يخفض درجة الحرارة، فحيخفضها بعدة طرق. أول طريقة إنه إيش؟ الأوعية الدموية حيبدأ تتوسع. لما تتوسع الأوعية الدموية بيصير heat loss، فبتنزل من تنخفض درجة حرارة الجسم. الطريقة الثانية السويت جلانز، الغدد العرقية بتبدأ تفرز عرق، وهذا العرق بتبخر من على سطح الجلد وبيبرد جسم الإنسان. ونفس الشيء لما جسم الإنسان يبرد أو تنخفض درجة الحرارة، أول شيء حيصير الأوعية الدموية حتضيق عشان تولد حرارة، والغدد العرقية توقف إفراز العرق، وبعدين بيصير برضو شيفرينج. شيفرينج اللي هو الإنسان اللي من بيرعش، هو عبارة أنه العضلة بتنقبض لا إراديا وبتكون لك حرارة. طيب نروح للوظيفة الرابعة اللي هي الموفمنت، الحركة. الحركة طبعا مو بس حركة العظام والعضلات، لا، الحركة هي كل شيء، سواء كان جهاز أو عضو أو حتى خلايا. زي ما هنو كاتبينك حاليا وانت بتتفرج هذه المحاضرة أو أنا بشرح لكم هذه المحاضرة، إنها خلايا الدموية البيضاء والحمراء بتتحرك في جسم الإنسان، والعضلات بتتحرك، الجلانز الغدد بتفرز فبتصير فيها حركة، وهذه your body is coordinating the action of entire muscle groups to enable you to move air into and out of the lungs. يعني نفس الوقت العضلات بتتحرك وبتخليك تتنفس هواء وتخرج هواء، كل العمليات هذه الحركة بتصير في نفس الوقت. فعندك هذه الصورة الصراحة بتعبر عن آخر وظيفتين أخذناها اللي هي responsiveness and movement. أول شيء هذا الإنسان الرياضي بيجري، فبيصير فيه حركة في العضلات، بيصير حركة في الجهاز التنفسي عشان يقدر يتنفس ويخرج هواء ويدخل هواء، في نفس الوقت بيصير responsiveness، بيصير استجابة لمثير الخارجي، سواء هنا كان مثلا أشعة الشمس، فالجسم بترتفع درجة حرارته فبيستجيب لهذا المثير إنه يبدأ يفرز عرق فيبرد من جسم الإنسان. طيب الوظيفة الأخيرة اللي هي development growth and reproduction، التنمية والنمو والتكاثر. development اللي هي التنمية is all of the changes the body goes through life، كل التطورات تصير في حياة الإنسان، ويندرج تحتها مصطلح differentiation. differentiation هو إنه الخلية لما تتكاثر على عدة أشكال، ما تتكاثر على شكل واحد. فتخيل لما انت انخلقت تتكاثرت على شكل واحد، نقول خلية عضلية، جسمك كله عبارة عن خلايا عضلية، ما عندك خلايا تنفسية، ما عندك خلايا عصبية، الانسان ما حيعيش. فالانسان لما انخلق الخلايا صارت تتكاثر على عدة اشكال. عندك الستيم سيل او هي خلية الام، تتكاثر على عدة اشكال خلية، سواء كانت خلية عضلية، خلية دهنية، خلية عظمية، خلية دموية تنفسية إلى آخره. المصطلح الثاني اللي هو growth، النمو. النمو يكون عن طريق ثلاث أشكال، إما عن طريق cell division اللي هو عن طريق انقسام الخلية، عن طريق إما mitosis أو meiosis، والطريقة الثانية عن طريق cell growth، إنه حجم الخلية نفسه يبدأ يكبر، بس حجم الخلية ما يكبر مرة، يعني حيكون زيادة في الحجم، حجم بسيط جدا. الاعتماد الكلي حيكون عن طريق السيل ديفيجن، الميتوسيس او الميوسيس. والطريقة الثالثة انه يكون انكريس ذا اماونت اوف نون سيلولار ماتيريال اراوند سيلز، انه يكون زيادة في مواد الغير خلوية زي المعادن. والمصطلح الاخير اللي هو ريبرودكشن، التكاثر، انه تكوين كائن جديد في جسم الانسان، يكون عن طريق الجهاز التناسلي الذكري والانثوي، ولازم يكون في تكاثر لانه مصير كل انسان الموت، فبدون التكاثر الكائن بينقرض. وبس هذه المحاضرة، إن شاء الله إنكم استفدتوا، إن شاء الله إني شرحت لكم هي على أكمل وجه، تكونوا فاهمين إن شاء الله، ونلقاكم على خير بإذن الله. السلام.